السلام عليكم، معك نواف الكبيدان، طبيب مقيم في أمراض جراحة اللثة في الحرس الوطني. بتكلم اليوم بشكل مبسط عن التخصص، مميزاته وسلبياته، عن ساودي بورد بيريدونتكس، عدد السنوات المطلوبة، الاختبارات، المتطلبات، وبعدها في النهاية نتكلم عن الانترفيوز والمقابلات الشخصية قبل القبول. ففي البداية لازم نعرف وش البيريو. البيريو هو تخصص يهتم في محول الأسنان، سواء كان جنجيفا، الفيولار بون، بي دي ال او سمنتم، بهدف المحافظه على السن لاكثر عدد من السنوات الممكنه في المستقبل. وش الاشياء المميزه في التخصص هذا؟ طبعا يعتبر هو الفيرست لاين اوف مانجمنت، واذا طلع البيشنت من عندكم وعنده هيلثي بيريدونشيوم راح يسهل على المريض وعلى الطبيب المعالج في المستقبل العلاجات اللي راح يتعرض لها المريض. الشيء الثاني، لاي شخص يحب السيرجريز ففي التخصص هذا a lot of surgical procedures. والشيء الأخير أنه يعتبر area of research، خصوصا مع التطور في العلاجات اللي يقدمها البيريو الحين وفي المستقبل. وش الأشياء السلبية؟ طبعا التخصص يعتمد بشكل كبير على المريض، فإذا كان البيشنت عنده bad compliance أو bad oral hygiene، فمهما سويتوا من علاجات غالبا راح تفشل. برضو في بعض البروسيجرز، وانا اشوفها يعني مو سلبيه وحيده في البيريو، ولكن بشكل عام في بعض البروسيجرز تعتبر ممله. مثال طبعا تختلف من شخص الى شخص، لكن من الامثله البيريدونتال تشارتنج، السكيلينج، فبالنهايه تعتبر هي جزء لا يتجزأ من البيريو، واي شخص يبغى يدخل التخصص لازم يعرف انه راح يسويها بشكل كبير في المستقبل. الشيء الأخير، الهاي اكسبكتيشنز اللي تكون عند المريض. لكل تخصص في حدود، فمثلا لما يجي المريض وعنده سيفير بيريدونتال ديزيز، جريد 3 موبيلتي في أغلب الأسنان، ويتوقع إنه راح يطلع في موعد واحد أو موعدين أسنانه كلها ثابتة، ما راح يتعرض لأي اكستراكشن، وهذا غلط. فغالبا مواعيد كثيرة تروح فيها يكون شرح للمريض، ونحاول ننزل اكسبكتيشنز قدر المستطاع، او نخليها رياليستيك اكثر. هذا بالنسبه للتخصص. بعدها نبدا نتكلم عن ساودي بورد في بيريدونتكس بشكل عام. طبعا التخصص راح يكون فيه 4 سنوات، من R1 الى R4، في 2 مين اكزامز، بارت 1 وبارت 2. غالبا بارت 1 راح يكون او تختبرونه في R1 او R2، والبارت 2 يكون في R2 في R3 او R4، زائد في بروموشن اكزام، لكن ما راح اتعمق فيه كثير، لأن خصوصا في السنة القادمة راح يتغير بشكل كبير، راح يكون اختبار مختلف، فوقتها إن شاء الله راح تعرفون عنه أكثر. زائد أن في كل نهاية سنة، سواء R1 R2 أو R3 أو R4، راح يكون في Oral Exam أو Presentation تقدمونه. طبعا يختلف، في R1 غالبا راح يكون مطلوب منكم Treatment Plan Only، R2 R3 R4 راح يطلبون منكم More Comprehensive Treatment، أو غالبا Complete Case من البداية للنهاية بفور اند افتر. وفي نهاية R4 راح يكون في الفاينل اورال اكزام، اللي بعده ان شاء الله راح يكون التخرج. بالنسبة للمتطلبات، راح يكون مطلوب منكم جزئين، دايداكتيك بارت والكلينيكال بارت. في الدايداكتيك بارت اسبوعيا راح يكون فيه 3 اشياء: بوك ريفيو، اللي غالبا راح يطلبون منكم 2 الى 3 تشابترز تلخصونها من 2 بوكس كارانزا او لندي. طبعا راح يرسلون لكم ليست في التشابترز اللي تكون مطلوبه منكم. الشيء الثاني اللي هو الكلاسيك ليترتشر ريفيو، برضه راح يرسلون لكم ليست، يكون في كل الابحاث المطلوبه منكم، تكون كلاسيك غالبا من 2005 وورا، تلخصونها لكل ريزيدنت تقريبا 2 الى 3 ارتكلز اسبوعيا. طبعا هذا في الحرس، يختلف في كل سنتر عدد الابحاث المطلوبه منكم تختلف، ولكن في النهايه في اي سنتر راح يغطون نفس الابحاث اللي موجوده، ولكن اتكلم عن الابحاث اللي تكون موجوده لكل ريزيدنت. الشيء الاخير، الكارنت ليترتشر ريفيو، هو بنفس طريقه الكلاسيك، ابحاث تلخصونها وتقدمونها في برزنتيشنز، لكنها تكون كارنت. نفس الشيء، راح يرسلون لكم ليست في الابحاث المطلوبه، غالبا تكون من 2021 22 او في السنة القادمة 23، وما راح تكون يعني أشياء قديمة. هذا الفرق بينها وبين الكلاسيك. هذا بالنسبة للدايداكتيك بارت. بعدها الكلينيكال بارت، راح تكون في ريكوايرمنتس
prescription cases أو comprehensive cases. البريسكريبشن أقصد فيها الكيسز اللي تكون محولة لكم من التخصصات الثانية، مثلا كراون لينثنينج، كنان اكسبوجر، واتسترا. طبعا راح تلقون الريكويرمنت، ما أعرف إذا راح تبقى نفسها ولا راح تتغير في السنة القادمة، ولكنها بالنسبة للبريسكريبشن كيسز راح تكون سهلة وتخلصونها إن شاء الله بسهولة. لكن بالنسبة للكومبريهنسيف كيسز هنا المشكلة، راح يكون مطلوب منكم 20 كيسز. الإشكالية مو في العدد، الإشكالية في الـ definition الـ comprehensive case، لأن ما في minimum criteria اللي أقدر أقول عندها أن هذه comprehensive case. فهنا تكون الإشكالية، يعني ما تقدر تعرف الكيس حقتك هل تعتبر comprehensive ولا لا، تعتبر simple قبل comprehensive. ولكن بشكل عام أتوقع أن في السنة الجاية أو اللي بعدها راح يعلمونا أو يحددونها. وبشكل عام يعني راح تخلصونها كلها سواء حددوا او ما حددوا، لان الكيسز كثيره. هذه بالنسبه للمتطلبات اللي تكون موجوده في السعودي بورد بيريدونتكس. بعدها نروح للانترفيوز. طبعا في السنه الماضيه كانت كل مقابله لوحدها في كل سنتر منفصل، كان عددها 8، وراح يرسلون لكم ليست المقابلات لمده اسبوعين. المقابلة بشكل عام في كل السنترز كانت تقريبا تاخذ من 5 إلى 15 دقيقة. يطلبون منك فيها برزنتيشن تقدم عن نفسك. بعض السنترز طلبوا بيرسونال ستيتمنت برضو تتكلمون فيه عن سبب اختيار التخصص. البرزنتيشن طبعا تكون مدتها 5 دقائق. في سنترز ما طلبوه، ولكن بشكل عام سواء كان في برزنتيشنز او لا راح تعرفون عن نفسكم بمده لا تقل عن 5 دقائق. وبعدها راح تكون اسئله شخصيه بعيده عن الاسئله العلميه. ما في يعني سنتر تطرق الاسئله العلميه، ولكن الكل كان يسال اسئله شخصيه يحاولون يعرفون يعرفون عنك، يعرفون عن السي في، يعرفون عن ليش اخترت التخصص، وش تطلعاتك في المستقبل يعني بعد البورد او في البورد، وش الاشياء اللي تهدف لها في المستقبل. في اوراق طبعا مطلوبه، مثلا بعض السنترز كان يطلب الباج، بعضهم يطلب المانسكريبت، بعضهم يطلب ريكومنديشنز، بعضهم يطلب صوره بطاقه الاحوال، ولكنها كلها تختلف من سنتر لسنتر. وراح يرسلون لكم وقتها يمكن تقريبا قبل المقابلات في اسبوع، يرسلون لكم تقريبا متطلبات لكل سنتر واليوم المحدد للمقابلة. المقابلات تقريبا بشكل عام كلها كانت في اسبوعين، كل يوم كانت مقابلة منفصلة لوحدها. هذه بالنسبة للمقابلات. اتمنى اني غطيت كل شيء عن التخصص. اذا كان في اي سؤال اي استفسار الايميل موجود، تقدرون ترسلوا لي في اي وقت. وهذه الله ييسر لكم ويوفقكم ويصير لكم الجاي.